طيب انا كنا بتكلم خاصة في على الكهرباء كابتن، ويمكن عندي معلومه ان الكهرباء بيقترب من الوجود مره اخرى في تدريبات الفريق الاهلي الجمعيه الفتره القادمه. رايك في ايه يا كابتن في ان في الجزئيه دي؟ هل الكهرباء كان محتاج انه يرجع في الوقت ده، ولا خلاص اتعلم الدرس وبالتالي النادي الاهلي قال لك اوكي مفيش مشكله؟ بص، هو طبعا يعني لو حصل كده احنا بيقترب، انا بقول لك ان هو بيقترب، يعني هو اللي انا قريته ان هو بيقترب زي ما انت بتقول، وكان في قاعده مع موسيماني، مستر موسيماني، وقال له هيرجع قريب، حس بغلطه وقعد مع الراجل وممكن يكون اعتذر. فطبيعي جدا، مفيش حد معصوم من الغلط، كلنا بنغلط، لكن الغلط بقى ما يتكررش تاني. صح. انت بتلعب في منظومه كبيره جدا، صح. كل الناس شايفاك، في السبوت عليك، وانت نجم كبير، ما ينفعش تعمل حاجه زي كده. صح. كلنا بنحبك، مستنيين منك اداء فني كتير قوي قوي قوي، انت عندك اكتر من كده 100 مره. انما لازم لما تكون اعصابك هاديه يا فاروق بتقدر تشتغل كمان وتطلع كل اللي عندك من الناحيه الفنيه، لكن هتتجه بقى للسوشيال ميديا وتتكلم وتتعصب على زميلك سواء في الملعب او بره الملعب او حتى مع الناس، مع الجماهير او الاعلام، لا انت كده بتخرج بره النص وتركيزك بيتشتت وما بتعرفش تلعب. دي نقطة مهمة جدا، طبعا هي يا لازم كابتن، ما يعني تكون اتمنى هادي له ان هو وهي. كهربا فعلا زي ما انت بتقول يا كابتن، يعني من اللعيبه يعني لسه عندها كتير. لا، كهربا لعيب دي جامد، حقيقه، لعيب عنده امكانيات غير يركز عادية، بس يركز. بس هو لو ركز في الكورة بس هيبقى اساسي في منتخب مصر، في النادي الاهلي. صح، ويبتعد عن جزئيه اللقطه انا دي عارف، وان انا اخد انا اللقطه. عارف، انا بحب كهربا وانا عارفه على وانا الشخصي، بحبه وانا بقول جدا. لك طبعا. فعشان كده انا بقول لك احنا مرت علينا حاجات زي كده، بنندم على اي حاجة عملناها مع اي مدرب زعلناه. تندم يا كابتن على تمرين انت ما حضرتهاش، ماتش ما بالظبط، حضرتوش، هو يعني طبعا طبعا خبرة. طبعا.